السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي أفرسوت 4 هو الطريق للتعلم سورة الرحمن سورة 33-38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۗ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان فاذا شق السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والانس ان استطعتم والانس ان استطعتم والانس, إن استطعتم والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات من أقطار السماوات, من أقطار السماوات والأرض فانفذوا والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا, أن تنفذوا فأنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا، لا تنفذونا، لا تنفذونا، لا تنفذونا, لا تنفذونا إلا بسلطان. إلا بسلطان إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما تكذبان. ربكما تكذبان. تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما يرسل عليكما يرسل عليكما شواذ من نار شواذ من نار شواذ من نار، يرسل عليكما شواذ من نار، ونحاس فلا، ونحاس فلا، ونحاس فلا. ونحاس فلا, ونحاس فلا تنتصران، 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 ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس. فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فإذا فكانت وردة كالدهان فكانت وردة كالدهان فكانت وردة كالدهان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفضون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان